يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس الغد الاثنين حاراً نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدلاً على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائلاً للبرودة ليلاً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد. وهذا بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غداً على بعض المدن والمحافظات وعدد من العواصم العربية والعالمية. متابعة.